رد فعلك لما عرفتي انك كسبتي في المسابقة؟ بصي، ده كان اسعد خبر سمعته في حياتي، ان انا على الستيج مره واحده طبعا نادوا اسمي ان انا الاميره، فده كان اسعد، يعني اسعد لحظه في حياتي، فالحمد لله. يعني انا مبسوطه جدا ان انا وصلت للمرحله دي. قولي لنا بقى يا ايمان، ازاي قدمتي على المسابقه؟ قدمت على المسابقه بخطوات بسيطه جدا في ابلكيشن، دخلت عليه، مليت الخطوات، السن، الطول، الوزن، اسئله عامه، في اوديشن اتعمل لنا كل البنات، رحنا طبعا قدمنا في الاوديشن، وبعد كده تم اختيار من 300 بنت، تمت قبولهم في الاوديشن، صفصفت علينا 30 بنت، دخلنا الفاينل بقى كنا 20 بنت. حلو قوي. بس طبعا من كل الجنسيات وكل الجنسيات العرب، يعني الدول العربيه. مين اللي واقف جنبك او ساعدك في ان انت تقدمي وفضل يدعمك طول الوقت؟ السبورت ليا كان دعم الاساسي، كانت مامتي وخالاتي طبعا وبابايا، العيله يعني عامه. طيب قولي لي، ايه اللي اتعرض عليكي بعد المسابقه على طول؟ بعد المسابقه على طول اتعرض عليا طبعا مسلسل، ودخلته، وبعد كده بقى بدات بقى اعلانات بره في الخليج اكتر. طب المسلسل ده كان في مصر؟ في مصر. بدات بقى ان انا سافرت بره في دبي، بدات بقى ان انا اعمل اعلانات بره، وهنا في مصر عملت اعلانات سعودي كتير، وعملت اعلانات مصر، وعملت اعلانات في السعوديه، اعلانات كبيره يعني، الحمد لله كنت باخد هيرو على طول بطوله يعني. ما شاء الله عليك، ربنا يخليك. طب قولي لي، انت اصلا بالنسبه للمسابقه، هل الموضوع بالنسبه لك كان ضغط وكان صعب، ولا كان بالنسبه لك انت مستمتعه باللي انت بتعمليه وبتحلمي بيه؟ بصي، هو انا بحب عامه الكومبيتيشن، بحب الصراع كده، بحب اللي هو اي حاجه فيها مسابقه، حاجات جديده، اجرب حاجات جديده، تجارب جديده بالنسبه لي، فقشطه يعني. انا لقيت حاجه فيها اكسبيرينس حلوه، فقلت ليه لا، فلقيت نفسي بدخل. بس حلو قوي. طب كنت حاسه بستريس عامه في المسابقه؟ يعني كان في اي نوع من انواع الضغط انت حاسه بيه، حاجه محساكي ان انت الموضوع مش سهل؟ لا خالص، لا. كان دكتور شادي سويلم، هو رئيس المسابقه عندنا، كان هو دايما بيطمنا، دايما يا جماعه ما تخافوش، ما تقلقوش، اهدوا، الحاجه سهله، ان شاء الله انتوا يعني اشتغلوا على نفسكم بس واتعبوا، وان شاء الله لا تاخدها هي لا تستاهل. فكانش في ضغط خالص طول الفتره.